مرحبا بكم في حلقة جديدة. لماذا طائرات بوينغ تبدأ وتنتهي برقم 7؟ أثيرت شائعات عن تسمية الطائرة بهذا الاسم. قيل أنها قد سميت بهذا الاسم نسبة إلى عدد الركاب الذي تستطيع الطائرة تحمله، وهذا تيمنا بإيرباص التي سمت فئة الطائرات لديها بإيرباص 300 لأنها تستطيع حمل ما يزيد عن 300 راكب، ولكن لا يوجد طائرة تستطيع تحمل 700 راكب. السبب الحقيقي وراء هذا الاسم، قام المهندسون بوضع أرقام مختلفة لتمييز الطائرات التي يتم تجميعها في خط تصنيع طائرات بوينغ كالتالي: 100 للطائرات القديمة جدا التي لم تعد تنتج الآن، 200 وهي الطائرات القديمة ذات الجناح الواحد، 300 و 400 للطائرات التجارية ذات المحركات المروحية، 500 للطائرات ذات المحركات التوربينية، 600 للصواريخ وتقنيات الفضاء، 700 للطائرات النفاثة، 800 غير مستخدم حاليا، 900 للسفن البحرية. بالطبع كانت بوينغ تنتج سفنا بحرية تعمل بقوة الهيدروفويل والتي كانت شبه طائرة على سطح الماء. لم يعرف المهندسون في ذلك الوقت أن التكنولوجيا المستخدمة في طائرات 700 سوف تصبح ذات شعبية لا تصدق فيما بعد. هذا كان بداية الاسم، ولكن ماذا عن نهايته؟ لماذا تنتهي دائما سلسلة 700 برقم 7؟ حسنا، كان اللجنة التسويق بشركة بوينغ دورا في تسمية الطائرات بهذا الاسم، حيث اعتقدوا بأن لها وقعا لطيفا على الأذن. بوينغ 737، بوينغ 747، بالطبع إنه لطيف بالنسبة لي. والآن ماذا عن مستقبل شركة بوينغ؟ حسنا، هناك شيء مثير للاهتمام في اختيار أسماء طائرات بوينغ. لاحظ معي: بوينغ 707، بوينغ 717، بوينغ 727، بوينغ 737، بوينغ 747، بوينغ 757، بوينغ 767، بوينغ 777 and بوينغ 787. الرقم المتاح حتى الآن بوينغ 907. يعتقد الكثير أن الطائرة القادمة من بوينغ سوف تكون بهذا الاسم. بوينغ ليس لديها رقم مناسب للتسمية بعد هذا الرقم، ولكن يعتقد فيما بعد أنه سوف يتم إضافة رقم 2 في بداية الاسم، مثل الطائرة الشهيرة بوينغ 2707، وسوف نتحدث عنها لاحقا، أو حتى الانتقال إلى سلسلة جديدة هي سلسلة 800، أو تجاوز الرقم 7 في نهاية الاسم فتصبح بوينغ 748. أرجو أن تكون قد استمتعت بالمشاهدة. لا تنسى دعمنا والاشتراك في القناة.